بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وحتى يرضى وإذا رضي وما بعد الرضا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم أما ثم بعد، أهلا بحضراتكم في سلسلة جديدة من سلاسل التدريب والتعليم على بعض برامج العروض. برنامج النهارده والموقع هو برنامج بريزي، هناك شروحات كثيره على الانترنت والحقيقه كلها ممتازه واكثر من ممتازه. السلسله دي انا واخدها خطوه خطوه بحيث ان بنتعلم مهاره في كل فيديو، وارجو ان يكون فيها فايده ان شاء الله ومتعه باذن الله. ونبدا مع بعض الفيديوهات، واتمنى لكم التوفيق والسعاده باذن الله. شكرا جزيلا، نبدا مع بعض الفيديوهات. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات التعلم والتدريب على موقع وبرنامج بريزي. النهاردة هنجرب حاجة تانية. احنا جربنا بقى، خدنا قالب من القوالب وعدلنا عليه واوا الى اخره. النهاردة هنشوف لو احنا حطينا عملنا نيو بريزي وخدنا البريزي الجديد ده وخدنا البريزي الجديد فاضي بلانك. احنا هنا اتفقنا ما بتطلع لنا الشاشة دي بنختار حاجة من اللي موجودة. النهاردة هنجرب شيء جديد وهو ان احنا نختار بلانك بريزي، نشوف شكله هيبقى عامل ازاي. نشوف مع بعض، نضغط على ستارت بلانك بريزي بالشكل ده، يعني فاضي مش عايز واحد من القوالب. فبيديني ايه؟ بيديني لوحة ملهاش لون، بيضة خالص، وبيديني دايرة واحدة فقط، وبيديني دايرة واحدة فقط. طيب احنا اتفقنا بقى ممكن اعمل التصميم بتاعي باكتر من طريقة. يعني ايه؟ يعني طبعا كلنا ممكن نكون اشتغلنا وعندنا شغل بالباوربوينت لان هو الاسهل في الكتابة، اللي احنا اتفقنا ان هنا ما بيكتبش عربي وبالتالي الباوربوينت لا غنى عنه. يعني ممكن اجهز كل العرض بتاعي بالكلام بالصور بكل شيء في الباوربوينت، وانا الحقيقة افضل كده، للتعامل معاه هيبقى اسهل، وخصوصا في اختيار الفونتات الفونتس المختلفة وانواع الخطوط واللغة العربية الى اخره. استخدام ممتع الحقيقة الباوربوينت يعني. وبعد كده بضغط انسرت وبقوم جاي رايح جايب العرض بتاعي من هناك. يعني حتى انا ممكن اجرب مع حضراتكم دلوقتي اهو الباوربوينت اهو، وادي العرض بتاع ورشة بريزي هيتحمل لي هنا. ممكن هنتوقف قليلا لغايه لما نشوف الـ 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 الشرايح لما بتنزل. احنا اتفقنا لما بعمل امبورت يعني استيراد لباوربوينت بيعمل ايه غير البي دي اف؟ البي دي اف هجي احطهم لي كلهم جوه هنا غصب عني، وانا اقعد بقى ايه ارتب فيهم، وطبعا ده مش لطيف يعني. انما في الباوربوينت هيحطهم لي، بيتصرف معايا بطريقه لطيفه جدا، بيحطهم لي كلهم الشرايح هنا على اليمين، بيقول لي نقي منهم اللي انت عايزه وحطه براحتك بقى. طيب وهنا هنلاحظ طبعا هنا مفيش غير شريحه واحده، ابو تاسف منظر واحد اللي هو المنظر اللي قدامي ده. وهنشوف لما هينزل الباوربوينت ازاي ممكن هتعامل معاه، هنشوف مع بعض. هنتوقف لغايه لما التحميل يتم. هنلاحظ حاجه اثناء التحميل عفوا، في كلمه كونفرتنج يعني تحويل. الحقيقه الكلمه دي مهمه جدا جدا جدا. ليه؟ صحيح هو بيعمل استيراد للباوربوينت لكن ما بيحطوش في في البريزي كباوربوينت او شرايح. امال ايه؟ ده اللي هنعرفه لما تنزل الباوربوينت ونشوف هو هيتحط في انهي صوره من الصور. نشوف مع بعض بس بعد ما يكتمل التحميل. السلام عليكم، اكتمل التحميل اهو، ادي الشرايح اهي، اثنين الى اخره، هنشوف هما كام واحده. 19 نزلهم لي هنا على اليمين وسايبني انا اختار الشكل والتنظيم اللي انا عايزه. سهل، اعمل ايه؟ هو كان عاطيني لو تفتكروا وهو بيحمل كان عاطيني هنت صغير، فكره صغيره ازاي احمل. طبعا راحت دلوقتي، اللي هي اقدر اشد شريحه معينه انا عايزها اهو، بضغط عليها ومجرد ان احطها هنا طبعا بتتحمل. النص ده انا مش عايزه خلاص. والنصر في الخلف ده انا مش عايزه. الصورة اهي
واقدر املى بيها الشاشه واحطها زي ما هي بالشكل ده كده. بس ما ننساش ان هنا عندي ايه اهو، هنا هو عطيني كام رقم، رقم واحد اللي هو المنظر الخارجي خلاص، رقم اتنين اللي هو اللي جوه اللي انا كبرته ده هنا اهو، لو انا شلته لانها حطيتها مرتين ان انا ضغطت عليها مرتين هحذف ده اهي. انا عرفت منين ان لقيتها متكررة هنا عندي تاني اهو، لقيت المنظر متكرر مرتين فعرفت ان اتنين كانوا موجودين فوق بعض، انا شايف كده فلقيتهم اتنين عندي فوقفت عند دي اهي ووقفت عند دي اه، فعرفت ان هما اتنين. طبعا لو انا دي مش عايزها على طول احذفها من هنا، اروح هنا تتحذف، لا لازم اقوم جاي رايح اعمل كده، دي رقم ثلاثة اهي اشيلها، رقم اتنين وقفت عليها اهي خلاص. طيب طيب انا هنا عندي مفيش غير دايرة واحدة، يعني اطار واحد او منظر واحد. طيب وهيبقى كل دوائر بالشكل ده؟ الحقيقة في طريقة افضل، وهي حاول هشيل ده وهروح نجرب كده نشيل ده اهو، بقت بيضة خالص كده عندي، بقت ابيض خالص لا يوجد شيء اهو، اهو الاطار بتاعي فاضي مفيش حاجة. اعمل ايه؟ لو تفتكروا احنا قائمة انسرت قلنا ان في حاجة اسمها لي اوت، لي اوت يعني التخطيط بتاع الشريحة عندي او الشرائح او المناظر، وعندي هنا الفريمات المتعددة بالشكل ده، واقدر احطها زي ما انا عايز، ممكن احطها هنا التايم لاين، ممكن اللي انا عايزه كله ممكن اقدر اعمله. يعني لو شديت ده اهو بالشكل ده، ده تصميم كامل يا جماعة الخير، يعني اقدر اعمله كده ايوه اهو تصميم كامل بالشكل ده اهو، ده التصميم بتاعي. رقم واحد هو الاطار الكبير اللي فوق، اقدر بقى ارجع للشرايح مرة ثانية اه اهو فين، هقفل ده بالمنظر ده واروح اقول له حط لي باور بوينت هيطلع لي اللي موجود. اخد اول شريحة واحطها هنا في رقم اتنين بالمنظر ده، بس اصغرها على قد الاطار اللي هي موجودة فيه اهي. اخد الشريحة رقم واحد احطها في رقم اتنين لان رقم واحد هو البرواز الكبير. ادي الرقم اللي بعده او الشريحة اللي بعدها بترتيب الشرايح. طبعا هنا هعدل طبعا التواريخ اللي مكتوبة، انا مش عايز بقى تواريخ لان مش تركيب زمني. رقم تلاتة اهو احطها بالشكل ده. يبقى انا كده الطريقة دي الحقيقة فيها ميزة ان بيبقى فيها ابداع، بتنظم بقى حاجتك بالطريقة اللي حضرتك عايزها او حضرتك عايزاها بالشكل ده. طب نروح نشوف العرض بتاعنا، انا في حاجة عملتها مش مظبوطة اه الترتيب بتاعنا. طيب هنشوف مع بعض، رقم واحد اهي، نروح نشوف العرض بتاعنا، رقم اهو ادي رقم واحد ادي رقم اتنين ادي رقم تلاتة وهكذا. يبقى احنا كده شفنا الشرايح ازاي هتتعرض، يبقى احط العرض بتاعي. وطبعا اقدر بقى هنا الكلام ده مثلا مش عايزه اقدر احذفه، اقدر احط الشريحة الاولى احط رقم احط حاجة مش عايزه هحذفه خالص خلاص. يبقى اقدر اغير، اقدر اغير الالوان ايوه اهو، ده لون ازرق مش عاجبني احط اللون اللي انا عايزه اهو، اهو بقى لون اللون ده خلاص، اللون ده انا الاخضر ده مش عاجبني، الدوائر دي اهي الاحمر ده خلاص، اللون ده اهو هنا اه. هنا ناخد بالنا بقى من حاجه، قلت لكم من اولا لما نيجي نشتغل حاجه صغيره كده يفضل اكبرها كده. طب وبعدين هقف عليها كده عشان اقدر اختارها براحتي. كلمة ان جروب قلنا اتفقنا لما تظهر يبقى دول حاجتين، الكورة والخط اللي تحت ده، لو قلت ان جروب اهو هو كده فصلهم اه، اقدر اقف على الكورة لوحدها واقدر اقوم جاي مختار اللون اللي انا عايزه بقى ايا كان بقى اللون اللي انا هختاره، ده اللون اللي هو موجود دلوقتي هنختار اللون ده ايا كان بقى يعني اسود زي ما انا عايز خلاص. وادي الخط اهو عايزه برضو يبقى لون اسود اهو، يبقى بالشكل ده مثلا يعني خلاص. طيب هنا اهو انا عملتها ازاي دي، عملت عايز اعمل جروب بقى تاني عشان ما يتفكوش من بعض، اختار ده واضغط على كنترول وافضل ضاغط زرار كنترول في الكيبورد واقوم جاي مختار التاني كمان بحط لي برواز واحد واقول له جروب خليهم لي جروب واحد، يبقى كده
انا عملت ايه، غيرت بالشكل ده. طبعا هنا دي اهي نفس الحكاية، لان بنفس الطريقة اللي هيمشي على دي هيمشي على الكل. يبقى احنا كده عرفنا ازاي بننزل قالب او فاضي اخترناه واحنا حطيناه بمزاجنا، خلاص. طيب فلنفرض ان انا ولا حاجة من دي عجباني خالص، كل ده مش عايزني، مش عاجبني، اهو هرجع عنده، اهو انا بعمل اندو لكل شيء انا عملته، اهو اهو ابيض خلاص، مفيش ولا اي حاجه، سلايد بيض. اعمل ايه؟ بروح احط السلايز بتاعتي بالشكل ده، وممكن اصغر شويه عشان ابقى شايف من بعيد اهم، وادي السلايد التانية عايز انا اعملهم باي شكل، شكل سلالم مثلا، اهو ده الشكل مثلا مش موجود عندي في ضمن الاشكال، عايز احطهم بشكل بمزاجي انا اهو بالشكل ده، احط اللي بعدها بالشكل ده، احط اللي بعدها بالشكل ده، وهكذا احط لا زي ما انا عايز بقى اهو. طب نشوف العرض هيبقى شكله عامل ازاي، اهو اهو بابسط بحاجه بسيطه خالص 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 اهو، وهكذا ويعيدهم لي. بس الطريقه دي بقى يا جماعه الخير فيها عيب واحد، ايه؟ انا وقفت هنا فراح للشريحه دي، وبعدين راح للشريحه دي، وبعدين راح للشريحه دي، وبعدين راح للشريحه اللي بعدها او المنظر اللي بعده. طب انا مش عارف الشكل العام عامل ازاي. ليه يا جماعه الخير؟ لان لو عايزهم كلهم يبانوا مع بعض عشان المتلقي يبقى شايف الشكل اللي انا عايزه، اهو دي الشريحة، يعني ايا كان بقى ترتيب الشرايح، اهو هحط مثلا دي هنا، احط دي مثلا بعدها هنا، ايا كان اهو بصرف النظر، اهو هحط دي اقربها مثلا شوية هنا، احط دي هنا، الشكل بقى اللي انا عايزه، يعني اعمل التصميم بمزاجي بقى، يعني ارص اهو. اما الميزة بقى هنا في البريزي عن الباوربوينت، اهو احط زي ما انا عايز ايا كان الشكل. طب انا عايز اللي هيشوف يشوف المنظر ده كله، يبقى لازم اعمل ايه؟ اهو انا خدت ده كده وقوم جاي فرده اهو بحيث يغطيهم كلهم. بس هنا اتحط لي اللي انا ضفته ده، ضفته اخر واحد، البرواز ده ضفته اخر حاجه، يعني بقى اخر منظر، لا انا عايزه اول منظر، فاروح احطه هنا بالشكل ده. اروح بقى اشوف العرض بتاعي اهو، وبعدين بالشكل ده، وهكذا. طيب بالمنظر ده خلاص. طيب اهو، يبقى لو انا عايز المنظر العام يبان اللي لازم احطه جوه اطار. ما احنا قلنا كل منظر انا عايز اشوفه، انتوا عايزين تشوفوا ايه؟ اللي انا عايز اشوفه ووريه للحضور لازم يبقى موجود. الاطار انا حطيته، بس لما حطيته كان هو ترتيبه اخر واحد، خدت احطه في الاول عشان الناس تشوف كده في الاول. وممكن اقوم جاي عامل ايه، اقوم جاي عامل. وبكده يا جماعه يبقى شفنا ازاي بنحط عرض فاضي واقدر احط فيه الـ 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 الحاجه بتاعتي او الشرايح بتاعتي زي ما انا عايز. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب احنا ما خدناش بالنا من حاجه، السؤال اللي انا سالته في الاول ده باوربوينت، الحقيقه لما اتحط هنا عشان اعرف هو اتحط ازاي، اهو وقفت انا هنا. بصوا ايه اللي حصل، قال لي كروب ايمج وريبليس ايمج، يبقى اذا خد الشريحه على بعضها كانها ايمج او صوره خلاص، وبالتالي ما اقدرش اعدل الكلام اللي جواها. يعني لو كبرت قوي قوي كده مش في كلام جوه اهو، ادوس عليه لا اقدر اكتب على الصوره، لكن الكتابه دي ما اقدرش اكتب عليها حاجه. وطبعا زي ما هو واضح انا هنا كاتب بالعربي، وزي ما قلت لحضراتكم ان دي الميزه اهي اهو، يعني الفونتات والالوان وكل الحدوته دي مش موجوده في البريزي، وبالتالي بحطها في الباوربوينت واجي احطها هنا. بس ابقى عامل حسابي انها هتتحط كصوره وليست كباوربوينت، يعني لا يمكن التعديل على اي حاجه منها، هي صوره اقدر اغيرها على بعضها، يشيلها على بعضها، او اكتب عليها لو انا عايز احط كتابه. يعني هنا على سبيل المثال نجرب دي كده اهو، لو انا جربت هنا وضغطت في اي مكان كتبت مثلا اهو بريزي بالشكل ده، وخليت اللون بتاعه اللون ده،
او اخليه اللون ده لون يكون واضح شويه اهو مثلا، وخليته سميك وكترته شويه، وممكن اختار الفونت كده مثلا. ده شيك قوي. خلاص اهو خدت وحطيت الكلام بالمنظر ده كده اهو بالشكل ده، حطيته هنا اهو. يبقى اقدر كتبت، كتبت، لكن عدلت على الموجود؟ لا. خلاص اهو اقدر اكبره بالشكل ده كده، اقدر الفه، ايوه اهو بالمنظر ده كده، واقدر اصغره سنه صغيره بالشكل ده مثلا. خلاص اقدر اغير اللون، اخليه مش هيبقى باين. ماشي الحال. ده افضل. لا اهو. يبقى اذا كتبت على الصورة لكن ما قدرتش اغير اللي جواها لانها صورة وليست شريحة باوربوينت. شكرا جزيلا، ونلتقي في فيديو اخر على خير باذن الله. نترككم في رعاية الله وامان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.